بسم الله الرحمن الرحيم. بعدنا بكلاس روم، خلصنا الجزء الأول اللي هو كيفية إنشاء كلاس روم، وشاركناه مع الطلاب عن طريق رمز الفصل الدراسي، أو ضفنا الطلاب عن طريق إيميلاتهم، سوينا لهم دعوة. أيضا إضافة معلمون للصف، كأنه عندي تدريسي وياي أضيفه، أو رئيس الفرع أو لجنة امتحانية أو عميد الكلية أضيفه كمعلم وياي بالكلاس. إعدادات كلاس روم وكملناها، اللي هي فعلنا الرابط أو وقفنا رابط وخلينا الطلاب فقط يعلقون، وهكذا. إعدادات الكلاس روم كملناها بالجزء الأول. أجي على الجزء الثاني اللي هو كيفية إنشاء الأسئلة الإلكترونية بلانك كويز، وإعداداته وإضافة متعاونين. يعني شلون أنا أسوي بلانك كويز وأضبط الإعدادات مالت السيتنج وأضيف متعاون. شنو أقصد بإضافة متعاونين؟ يعني كأنه عندي أستاذين يخلون الأسئلة، فلازم أضيف الأستاذ اللي وياي. أنا خليت أسئلتي تمام، أضيف الأستاذ اللي وياي على نفس الفورمة يدخل الأسئلة، أو أضيف رئيس الفرع حتى يشوف اللي طلع على الأسئلة، أو اللجنة الامتحانية حتى تطلع على الأسئلة. فإذا هنا إضافة متعاونين، هذا راح أخليها بالجزء الأول من الجزء الثاني، كيفية إنشاء الأسئلة الإلكترونية وإعداداته وإضافة متعاونين. الجزء الثاني من الجزء الثاني هي إنشاء الأسئلة المختلفة، وراح أقسمها إلى شورت أنسر كأنه فراغات، وهنا سؤال الإسي إنه سؤال مقالي، سؤال متعدد الخيارات ام سي كيو، وتي اف هنا ممكن اضيف الماتشنج ايضا. فاذا خلينا انا بالخطوه الاولى اللي هي كيفيه انشاء الاسئله الالكترونيه واعدادها واضافه متعاونين. هذا كل الكلام وين؟ بالكلاس روم. شلون ادخل الكلاس روم؟ بطريقتنا اللي تعلمناها سابقا او راجعناها سابقا، كنا نعرفها احنا اكيد. ادخل للفصول الدراسيه، هنا الفصل الدراسي اللي سويته انا التشريح البشري، اضيف اسئله شلون على الواجب الدراسي، اضغط اقول له انشاء مهمه اختبار، العنوان شنو الماده اللي اريد امتحنهم بيها، مثلا تشريح التعليمات، عندي تعليمات سابقا اروح اجيبها، مثلا السنة الدراسية 2021، الفصل الأول، الزمن ساعة واحدة للامتحان، تاريخ الامتحان كذا 2021، مجموع الدرجات 100 درجة موزعة على جزئين، خلينا نقول الجزء الأول ام سي كيو والجزء الثاني تي اف، أو ممكن 3 أجزاء، الجزء الأول ام سي كيو، الثاني تي اف، الثالث خلينا نقول اسي، أو 4 أجزاء أخلي الماتشنج، أو 5 أجزاء، وهكذا حسب الأسئلة المتنوعة اللي أريد أخليها أوزع الدرجة. بعد ما كتبت هاي التعليمات أقول له بلانك كويز، أضغط على هاي العلامة، صار عندي هنا بلانك كويز، أنه كأنه فورمة فارغة أريد أسميها أني، أكتب مادة أو اختبار، مادة تشريح الفصل الأول. أيضا ممكن أكتبها هنا تعليمات نفس ما كتبنا قبل شوية، أجيب هنا أيضا السنة الدراسية، الفصل، الزمن، تاريخ، مجموع الدرجات. بعدني بالقسم الأول حتى أكمل القسم الأول، هنا أضغط عليه أكتب أول شيء بالقسم الأول اسم الطالب، اسم الطالب، وهنا مو خيارات متعددة، أروح أسوي إجابة قصيرة سطر واحد، اسم الطالب فقط أكتب اسمه، وأسويه مطلوب، لازم الطالب يكتب اسمه هنا مطلوب. إذا هسه أنا كملت القسم الأول تقريبا. بعد قلت لك عندي استاذ اريد اضيفه وياي حتى يخلي الاسئله، شلون اضيف الاستاذ وياي او رئيس الفرع او اللجنه الامتحانيه منا؟ اضغط على هاي النقط الثلاثه، اضافه متعاونين، ينطيني ايميله هو
الأستاذ اللي أريده مثلا دكتور عبد الرحمن أضيفه، أكتب له رسالة السلام عليكم دكتور عبد الرحمن هاي الأسئلة حتى تضيف أسئلتك وياي، وأقول له إرسال. من أقول له إرسال راح تروح رسالة لدكتور عبد الرحمن على الإيميل تقول أنه هاي الأسئلة أنه أنت مدعو لوضع أسئلتك مادة التشريح مثلا. فدكتور عبد الرحمن يدخل هنا يقدر يضيف أسئلته ويقدر يمسح من أسئلتي، يدخل كأنه محرر كأنه هو سواها هاي الفورمة، أو رئيس الفرع يطلع على الأسئلة واللجنة الامتحانية تطلع على الأسئلة أنه من أضيفهم متعاونين، أضيف متعاونين من هالنقاط إضافة متعاونين، أضيف إيميله الأستاذ اللي وياي، أضيف إيميله وأقول له تم، هو تصل رسالة على الإيميل تمام. هسه أنا ضفت متعاونين، أروح على الضبط الإعدادات، جدا مهمة إعدادات جدا مهمة أساتذة لازم. أول شيء هنا التعديل بعد الإرسال، إذا كانت صح أشيلها ما أخليها، تعديل بعد الإرسال أشيلها. ليش؟ حتى الطالب من يرسل خلاص ما يرجع مرة ثانية يعدل، يعني إرسال رد آخر، يرسل رد واحد خلاص يقول له تم تسليم لا يمكنك الإجابة مرة ثانية. فإذا كان هنا صح أشيله، مشاهدة الرسوم البيانية ما أخليها ما يحتاج، وردود نصية ما يحتاج تمام. أروح على الجزء الثاني هنا عرض تقديمي، إظهار شريط المهام، إظهار شريط التقدم، أقول له نعم أخلي عليه صح حتى يشوف هو شو وقت يدخل للأسئلة، إظهار شريط التقدم. الترتيب العشوائي للأسئلة أخلي نعم، ترتيب عشوائي للأسئلة، لازم الأسئلة تكون ترتيبها عشوائي، يعني يوم طالب تطلع مختلفة عن الطالب الثاني. عرض رابط آخر أو عرض رابط لإرسال رد آخر، وهاي أشيلها. ليش؟ حتى الطالب ما يرسل رديا، ما يرسل إجابتين، أشيلها هذا الصح. رسالة التأكيد أكتب آني لقد تم استلام إجابتك بنجاح، هاي المن أرسلها، هاي رسالة تأكيد بعد ما يرسل الطالب أجوبته حتى أطمنه أنه أنا استلمت إجابته، أقول له لقد تم استلام إجابتك بنجاح، أكتب له هاي الرسالة. الاختبارات هنا أيضا أروح عليها، إصدار الدرجة، شو وقت الطالب أريده يعرف درجته بعد الامتحان مباشرة، يعني من يسوي إرسال يعرف درجته لو في وقت لاحق، الأفضل أخليها في وقت لاحق. ليش؟ لأن أنا ممكن أضيف درجة على التفاعل بالصف أو الكلاس، ممكن أنه عندي أكثر من امتحان أو اختبار، فأريد أجمعهم كلهم وأقسم الدرجة وأنطيه إياه، فالأفضل في وقت لاحق. يمكن للمجيب مشاهدة الأسئلة الغير صائبة، وهاي أشيلها. ليش؟ لأن طالب من يجاوب وسوي إرسال راح تطلع له، يرجع مرة ثانية للفورمة، خلينا نقول راح يشوف أنه الأسئلة الغير صحيحة شنو، فممكن يقول للطالب الثاني اللي بعده ما راسل الأسئلة يقول له هذا خطأ لا تختاره، فهاي هذا الصح أشيله. الأجوبة الصحيحة هم أشيلها نفس الحالة، لأن راح من يجاوب ويرسل راح طالب اليمة الثاني أو الجروب اللي مسوينه الطلاب يقولون هاي الأسئلة غير صحيحة، أو الإجابة هاي الإجابة الصحيحة فجاوبوها، فأشيل هذا الصح. قيم النقاط أخلي الطالب يعرف على كل سؤال كم درجة حتى يعرف هو شقد جاوب، هو ممكن أنه يخمن درجته أو يقيم درجة الامتحان، فهاي جدا مهمة. بالأخير من ما أخلص أقول له حفظ. هساني سويت شنو سويت؟ ضفت متعاون وكملت إعدادات الأسئلة. بعد ممكن بالإعدادات أضيف مثلا الكلية تقول هذا بالامتحان خلهم هاي الصورة للفورمة، هسه بدون صورة مو صحيح شوفها قدامك، فدزوا له صورة قالوا خلوها مثل ما الامتحانات النهائية قالوا خلوا شعار جامعات الأنبار. أنا ما عندي شعار هسه، راح أختار أي صورة مثلا من المظهر هنا، أضغط على هاي المظهر
اختيار صورة، احمل الصورة اللي اريدها. منين اريد اجيب الصورة احملها. فانا مثلا هنا عند الصورة خل اختار هاي مثلا، مثلا اقول له ادراج، فراح يصير عندي هنا كأنه هذا الشعار جامعة الانبار مثلا هنا. اذا انا كملت هسه الاسئلة كاملة لوضع الاسئلة، وكملت اعداداتها ووظفت متعاونين. تمام ان شاء الله. تمام، هذا الجزء الاول من الجزء الثاني. الجزء الثاني من الجزء الثاني ابي اخلي اسئلة اللي هو